في مهمة دقيقة على ما يبدو. قدم شوية يا عزم، ثلاثة. انطلق الفريق موكب سيارات كبيرة تتحرك باتجاه النقطة المحددة. الطريق مو خالي من الصعوبات. وش فيه؟ وبإيش أبلغ عبد العزيز في اتصال لاسلكي؟ أرسل معك عزم واحد. كم موقعك يا عزم واحد؟ أنا مع برنامج خير أبناء سها، أنا جالس نصورنا حلقة لعزم. طيب الله يسعدك، إحنا محتاجينك في أمر ضروري ومحتاجينك تتجه لنا بأسرع وقت. كان التنسيق مع إدارة البرنامج خير أبناء سها ومع نائب القائد، خبرنا أنه في مهمة، جهزنا المكان بشكل كامل وجيته بسيارته طبعا الخاصة على اللاسلكي، كأنه في مهمة طبعا أو في أحد متعطل في هذا الموقع. الله مستعان، إيش جالس يسوون الشباب؟ ما شاء الله تبارك الله. اليوم رجال عزم فاجئوني بهذه المفاجأة، وفي الحقيقة يعني ما قصروا، جزاهم الله خير، وأنا شاكر لهم وممتن على هذه المفاجأة، مع أنهم هم اللي يستاهلون التكريم، هم اللي يثبتوا وجودهم في الميدان، هم اللي يقدمون جميع المساعدة في الميدان، يقدمون أيادي العون في الميدان، هم رجال بما تعنيه الكلمة، فجزاهم الله خير والله يعطيهم العافية. وأنا صراحة لساني يعجز عن شكرهم يعلم الله. تكريم هذا طبعا المسامح لجميع الأعضاء وجميع الفريق، كانت مفاجأة جميلة طبعا، كان انفعاله جدا جميل طبعا في اللقاء هذا، وتعجب من الشيء هذا ويستاهل طبعا. يا سلام الله على كل من يعطي الوطن في الرخاء ولا المحن،